وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. نعم، كما تم تخصيص مسار خاص لهذه العربات للتأكد من سير وسلاسة الحركة داخل الحرم ومنع التكدس والازدحام على مدى 24 ساعة. خدمة الحاج أو الزائر وسام فخر لنا، شعار ترجم على أرض الواقع عبر خدمة العربات الكهربائية البالغ عددها أكثر من 3000، خصصت لها مسارات ينتشر فيها الموظفون للتأكد من عملية سير وسلاسة الحركة داخل الممرات ومنع التكدس وتلافي الازدحام على مدار 24 ساعة. بدايتها من عام 1425 هجري، وكانت عدد العربات في ذاك الوقت ما يقارب 50 عربة، وحسب الأعوام المتتالية تطورت حتى وصل العدد الآن إلى 1800 وقابل للزيادة خلال السنوات التالية. في الساعة الواحدة يتم تشغيل 1200 عربة كهربائية ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. تنقسم العربات إلى أنواع عدة، منها ما هو فردي أو ثنائي أو تحمل 5 أشخاص من كبار السن أو ذوي الإعاقة ويقودها الشخص السادس من الشركة المشغلة. العربات تواجدها في منطقة الميزان الدور الأول بالنسبة للمسعى ونقطة الطواف، أما بالنسبة لتواجد النقاط نقطة جسر الشبيكة وهي تقوم بتوزيع التذاكر على الزوار بيت الله الحرام، ونقطة جسر جاد، ونقطة القشاشية، ونقطة باب الصفا. الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية عبر تطبيق تنقل يهدف إلى التقليل من التزاحم عند نقاط البيع والتسليم. أحمد غالي، مكة المكرمة.